ما الذي غير هذه الصورة لشان لم يكن له أي قيمة بين قوسين؟ طبعا للكثير من على مدار الست طبعات السابقة إلى شان معترف به، إلى شان ذات قيمة كبيرة بين الناس بين البلدان. السلام عليكم. مثل المغربي يقول الله يحفظك من المشاق إلى ضاق. قبل 4 أشهر الجزائر ما كانت كتوفر على شي ملعب معترف به دوليا، ومن بعد ما كملت واحد الملعب اللي 14 سنة وهم خدامين عليه يلاه سلاوه، وللأسف سموه على اسم ديال واحد الشخص من جنوب إفريقيا، وواحد الملاعب بدلوا لهم غير الكراسة. وبقدرة قادر في ظرف 4 أشهر ولات الجزائر نوارة العالم تنافس قطر في الملاعب ما تتوفر عليه الجزائر. ما كيناش في إفريقيا، مستحيل جبت شي دولة في إفريقيا تنافس الجزائر قوة عالمية، وهذا الشيء بشهادة العالم، بشهادة التاريخ، بشهادة الجغرافية والتربية على المواطنة. ما تملكه الجزائر لا يوجد في الكوكب، لأن الجزائر قارة. ياك عهدي 4 شهور ما كان عندكم حتى شي ملعب. ألا سيدي، حنا في ظرف 4 شهور كملنا واحد الملعب، كملنا بدلنا واحد الكراسة ولينا قوة عالمية. وهذا الكان ديال 2025 لا ما عطاوهناش القجع الكواليس، ما تقول لي لا هادي لا هاديك. الله يعطينا ديك القصوحية ديال الوجه ديالكم نعيشوا بها انهار. بزاف اخويا بزاف عيقتو. قطر كتمتلك أكبر منبر إعلامي عربي، والله العظيم هادشي اللي كتقولوه نتوما على راسكم ما قالتو لبي انسبور، مع العلم أن لا وجود لأي مقارنة مع ما تملكه قطر وما تملكه حضيرة الكبار، ومع ذلك الضق والسكات. انتم اخويا قبل 4 شهور ما كنتو، ما الحز ديالكم ما كيتسمعش، ادابا خارجا يا اعوذ بالله يا اعوذ بالله. نخليكم تضحكوا مع حضيرة الكبار. نتمنى انكم تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اهم حدث في الدور الاول كان الكثير من الامور الايجابيه بالنسبه للمنتخب الجزائري، بالنسبه للتنظيم، بالنسبه لعمليه الإبهار اللي كان هكذا حفل الافتتاح كان بملعب نيلسون مانديلا الذي كان قد أثار غضب البعض حتى هو ميت سبحان الله. وبعد حفل الافتتاح كان الإمتاع بهذه الصور، هذه صورة من الجزائر وليس صورة من بلد آخر، لأنه لما تكون هكذا الصورة من بلد آخر يقول لك بلد ممتع رائع، شفنا كيف نظموا، كيف كان الافتتاح الرائع من ذاك الملعب. لكن لما تنظمها الجزائر يقول لك لا، هما يستغلوكم، والله يستغلوكم سياسيا. لما تكون في الجزائر يقول لك صحيح، يستغلوا كرة القدم سياسيا. ولما تروح البلد آخر يقول لك لا، احنا عرب نشجعوا العرب كامل ونكونوا فرحانين مع خوتنا العرب. حبيت نقول لك قل لي في البداية، والله درت ملخص ليس لأي أجاملك صديقي حكيم، ولكن هذا الملخص مفيد، لأن هذا الملخص اليوم المتتبعين والجماهير الجزائرية لازم أن تعرف أن من بين المعايير التي ستختارها الكاف لاحتضان كان 2025 منها معيار الجمهور. وش عمل يعني أثقلهم وعندك لا، الأثقل هو الملاعب، لأن اليوم حكيم كاين 5 معايير، عندك معيار الملاعب، عندك معيار الجماهير، عندك التصويت بيان ايفيدامون، عندك التسويق ايضا والترويج، وعلى ما اظن العشب يعني الطبيعي ولا يعني لي بلوز. ونظن اليوم الجزائر يعني ربحت نقاط عديده، لان شوف حكيم لما تشوف الملاعب التي دشنت، نبداو بالملاعب لانه هو المعيار الاول، ما كاش في افريقيا، وهذا بلسان موتسيبي وحتى انفانتينو قال له ملعب برقي من احسن ما رايت في افريقيا، او الامن والامن ماشي بالامن، قال له من احسن ما رايت في افريقيا، ومن بين البلدان التي عندها يعني الملاعب المغطاه تلقى الجزائر في المرتبه الاولى بدون منازع، يعني ما عدا جنوب افريقيا، يعني نتكلم على البلدان التي لا يعني نحكي على البلدان التي حطت يعني الملفات حسين، ماشي نتكلم على جنوب افريقيا كبلد تقريبا متقدم، يعني سي ام بي الى ايمرجي خلاص امكانيات كبيره، يعني راهو امكانيات اللي خلاته حتى ينظم مونديال. لما نشوف الجماهير حكيم، وعلاش نفرح؟ نفرح لان اليوم ليست كلام ولا حبر على ورق، لان الكاف واللجنه التنفيذيه ورئيس الكاف والامين العام راوا هذه الاشياء باعينهم، راوا الحفاوه خارج الميدان
ويعني في المدن الجزائرية من الشرق إلى الغرب مرورا من الوسط يعني، وتقريبا أيضا يعني داروا حتى جولة سياحية إلى الجنوب الجزائري. هذا شيء مهم أيضا لأن الجنوب والتقاليد ويعني يعني ماشي غير يعني كي تقول لك سور لو بلون توريستيك، أيضا يعني الجزائر عندها ما تروج يعني كبلد سياحي زين. نعم عفوا على المقاطعه، هل هي ضربه معلم كما يقول لك سياحيا؟ نعم اختصرنا الكثير من السنوات في هذه الفتره سياحيا، سيكون امر متغير جذريا للسياحه في الجزائر. نعم مع النهضه اللي راهي كاينه في الفتره الاخيره، النهضه واليوم نظن وزاره السياحه راهي تواكب دائما الحدث، وكباته في القمه العربيه، وكباته ايضا في هذا الشان، وكباته في العاب البحر الابيض المتوسط. نظن وزاره السياحه يعني دارت ان ترافايون كولابوراسيون مع وزاره الرياضه ووزاره الثقافه اللي خلت اليوم يعني نقدروا لان اليوم نقولوا احسنت اللي دار يعني عمل جيد، لان اليوم لما تشوف جميع يعني الوفود اللي جات وتلقت شروحات ويعني داوها فيك دي فيزيت غيدي الى جميع المعالم السياحيه الجزائريه، هذا يزيد يعني. اليوم انا شفت مثلا صحفيين فرنسيين اللي مشاو الى جميع من المدن اللي اليوم راهم يتكلموا، اللي راهم يتكلموا في قنوات عبر مواقع التواصل، اليوم يتكلم على الجزائر بنظره اخرى، قال لهم شفت بلدان اخرى ولكن ما رايت في الجزائر من مناظر خلابه من معالم. سامحني حاكم باش نكمل بالجمهور. الجمهور العلامه الكامله، وحنا يعني الامنيه تاعنا الكبير انه هذه المقابلات المتبقيه يعني اربعه في الربع، اثنين في النصف، والاخيره في النهائي، يعني عندك تقريبا سبع مباريات، نتمنى الملاعب بتكون يعني مكتظه عن اخرها. لماذا نقول هذا الشيء؟ بتاهل الجزائر، او احنا نتمناه ان شاء الله تاهل الجزائر، ولكن نتمنى يعني نداء للجماهير في وهران، في عنابه، في قسنطينه، وفي يعني الجزائر، نتمنى يكونوا يعني الملاعب مكتظه، لان هذه لازم يديروها في راسهم انه ملف الجزائر يعني تلعب ايضا بمعيار الجمهور، وتكون يعني الجمهور سيلعب دوره باكمل وجه. حسين اشيو قبل ثمان مباريات عن النهايه، تحدثوا عن اربع مباريات في الربع، مباراتين في النصف، مباراه ترتيبيه ومباراه نهائيه. هذا دور اول وفى وكفى كما يقول البعض، لسنا لاننا جزائريين فقط وانما نتحدث ايضا حتى بلسان من حضروا وشاهدوا وتابعوا. اليوم تنظيم قوي، وايضا حتى الجماهير اعطت كثير من الامور الايجابيه. اكيد الجماهير هي اللي اعطت يعني 80% زائد التنظيم الجيد، الاستقبال، الامن، مرافق يعني السياحيه، واش كاين كاع في 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 الولايات اللي نظمت. هذا شيء، اختيار الولايات كذلك مهم. نعم يعني انا نظن كلش كان متوازي وكلش كان يمشي في طريق واحد. هذا هو التنظيم الجيد حكيم، لان تقدر تكون عندك سياحه وواحد ما يدي هاد الجماهير اللي جات تزور، ما يعطولهمش صحيح، ما يعطولهمش، ما يبرمجولهمش خرجات وجولات، ولكن الشيء الجيد ان كل واحد، كل قطاع مشى مع هاد الشان وعمل عمل يعني استثنائي، وهذا اللي يخلي الطبعه يعني تكون ناجحه 150%. صحيح. انا نظن الدور الاول رائع، مستوى الكروي كذلك صعد من المباراه للمباراه، الاثاره كانت المفاجات اللي نشوفوها في كل الدورات كانت كذلك، يعني نكهه تقريبا كان ما حسيناش باللي هذه المنافسه الناس ما تشوف فيها جماهير كثيرة يعني في التلفاز وفي الميادين كذلك. أنا نقول باللي الكان راهو ما شاء الله ناجح، نتمنى ان شاء الله تكون هذه كما يقول لك زلت لي لا ليست زلة، فعل 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 خير ان شاء الله. مومن، ما الذي غير هذه الصورة لشان لم يكن له أي قيمة بين قوسين؟ طبعا لكثير من على مدار الست طبعات السابقة إلى شان معترف به، إلى شان ذات قيمة كبيرة بين الناس، بين البلدان، إلى هذا التنظيم المحكم، والذي خلى هذا، أعطاك نقطة مهمة حسين آشيو، هذا التقارب بين المنظمين، بين الناس اللي نظمت، بين الجماهير، وبين وعي الجمهور الجزائري، اللي أعطت لنا كلها صورة ناصعة.
والله حكيم اليوم إن أردنا أن نتكلم عن نجاح هذه الدورة فهو نجاح تنظيمي بالدرجة الأولى. أولا النجاح المنظمين فيما يخص وضع كل إمكانيات تصحيح كل أخطاء التي ربما نرتكبها منذ 4 أو 5 شهور حتى 6 شهور الأخرى، قدرنا ندارك بعض النقائص التي سمحت لنا للدخول بقوة في هذه المنافسة التي لعبت ب 18 فريق هكذا منتخب فقط لغياب منتخب واحد سنتكلم عليه لاحقا. نظن أن اليوم نجاح الدورة هو في نجاح جماهيري بالدرجة الأولى، لأن الإمكانيات الهياكل التنظيم لا جدال فيه بشهادة كل الأفارقة والمشرفين عن الكرة الإفريقية في الكاف. اليوم واش تحدثنا كريم يا حكيم؟ قلنا نتمنى التتويج للمنتخب الجزائري، ولكن ما يهمنا هو نجاح الدورة، نجاح الدورة جماهيريا وتقنيا وتنظيميا. كنت أنت سميتها بروفا هكذا منذ مدة، كنت تقول هذه بروفا يجب أن ننجح فيها. هذا نعم نوع من التوعية، نوع من التحسيس، نوع من يعني نحث الناس ونحث الجماهير ونحث الجمهور الرياضي الكبير أن يتحلى بالروح الوطنية في هذه سوف تقول لي واش دخل الروح الوطنية في كرة القدم؟ أقول لك نعم نعم، لما تكون واعي أنك أنت تقدر تصنع الفارق في دورة الشال اللي رجعناها بتنظيم عالمي بنزع الشين أصبحت كاف كان 2023 أو 2022 سميها كما شئت، كل الناس متفقين على شيء، هذا الشال 2022 جرى بمقاييس جد جد عالية بشهادة موتسيبي أولا وسامواليتو وكل المشاركين خاصة الحكيم. أن اليوم الكثير كان يراهن عن خسارة هذا التنظيم، الكثير كان يقول آخر شان يعني الجزائر أخذت شان فقط لتقزيم كل ما هو جزائري والتقليل من أننا تقليل من أننا فزنا بشرف تنظيم هذا، والحمد لله إلى حد الآن أمور تسير نقطة أخرى إيجابية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش مخرج عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.